حلقتنا عم تبع معكم لننتقل إلى منطقة بكشمير معروفة بأعمالها الحرفية والزخرفات الإسلامية. اليوم رح ننتقل لنتابع افتتاح مساحة ثقافية عم تستقطب الكتار. تقرير. كلمة كشمير إلى دلالة فنية ما منا مهرب، فوراً بيخطر على بالنا فنون وأعمال حرفية وألوان وزخرفات إسلامية. منطقة كشمير كانت موقع نزاع بين باكستان والهند، وما زالت لليوم بحاجة لرجال الأمن بطرقاتها لتأمين الأمن. فنياً كشمير عم تشهد اليوم ولأول مرة بتاريخها ولادة افتتاح مساحة فنية فيها لوحات وأفلام تجريبية وإنستليشنز. هالمعرض استقطب عدد كبير من الفنانين اللي وأخيراً وجدوا مساحة ليعرضوا فيها أعمالهم. هالمدينة بتضم عدد كبير من الحرفيين، والإثبات أنه منازل وأثاث السكان مشغولة وملونة بدقة عالية. كيف ما بتتجول بشوارع كشمير بتشوف فن يرسم إن كان على جدار داخلي أو على أرضية وعواميد مختلفة. وبختام حلقتنا بننتقل لعند زميلنا سلمان سري الدين الى استوديو كرم بيروت. رولا كسار حضرت، سوري شفت سلمان لانه اليوم كان على نشرة الاخبار. اليوم لا سلمان اليوم منا اول لسان بيرات، مش اول لسان بس اليوم اقطاب كلام بيروت، اثنيناتهم موجودين معنا بالاستوديو. صح مزبوط. سلمان قلت لك بونجور، سلمان بالاخبار وانا بكلام بيروت ضيف النائب السابق الاستاذ طلال مرعبي. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. تفضلي رولا. اليوم مثل ما بتعرفي بيرات وجوال كمان بونجور، بونجور. اليوم ما في صحف بمناسبة عيد الفصح، بس المواقع الإلكترونية بما أنه لبنان شاغل الناس، شاغل الدنيا يعني شاغل الدنيا والناس، المواقع اهتمت بالموضوع اللبناني من زاوية تداعيات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة على ملفات المنطقة يلي لبنان هو من أبرز ملفاتها. ولكن للأسف الانطباع اللي تكون أنه يمكن على اللبنانيين مثل ما إجا بصريح العبارة أنه يقلعوا شوكهم بإيدهم. نعم. هيدي الفكرة الأبرز بكلام بيروت، يعني إضافة لحديثنا عن التداعيات السياسية والأمنية المتعددة ومعاودة النشاط بالبلد من بعد انتهاء عطلة عيد الفصح. نعم رولا، تفاصيل من تبعها بتمام الساعة 9:05 بعد موجز الأخبار وعلى www.shutshutvnetwork.com. نحن حلقتنا لليوم وصلت لختامها، بنتمنى لكم بداية أسبوع حلوة، وأكيد بكرة موعد جديد مع أخبار الصباح والختام هلأ رياضي. باي. ضرب فريق ريال مدريد أكثر من عصفور بحجر واحد بفوز كاسح على ضيفه غرناطة بتسع أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جمعت الفريقين ظهر مبارح الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح جاريث بيل حفل الأهداف بعد مرور 25 دقيقة، ثم خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء من الجميع بتسجيله 5 أهداف في الدقائق 30 36 38 54 و90. وأضاف كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين 52 و56 ومينز مدافع غرناطة بالخطأ في مرمي في الدقيقة 83، بينما سجل روبرت إيبانيز هدف غرناطة الوحيد في الدقيقة 83. غسل الفريق الملكي بهذا الفوز العريض أحزان خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة في الكلاسيكو بالفوز الأكبر له هذا الموسم، كما استعاد رونالدو صدارة هدافي الليغا برصيد 36 هدف ورفع الميرينجي رصيده إلى 67 نقطة ليضيق الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة وحيدة. ضمن فعاليات الجولة 19 من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، تمكن نادي النجمي من حصد 3 نقاط مهمة جدا بعد فوزه على نادي طرابلس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس.
ونجح أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول عن طريق مصطفى القصة بعد بداية هجومية جريئة وسط تشتت دفاعي بصفوف النجمة. وقبل نهاية الشوط الأول بثمان دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق النبيذي، وقع الظهير محمد حمود معيدا فيها فريقه إلى المباراة. وفي الشوط الثاني استمر الفريقين في تقديم العروض الجيدة من الناحية الهجومية وصولا إلى الدقيقة 67 ليتمكن النجم السنغالي سي الشيخ من تسجيل الهدف الثاني للنجم برأسية داخل منطقة الجزاء. وحاول النجم بعد تسجيل هدف ثالث لكن تألق الحارس عبد الطافح منع الضيوف من حسم المباراة مبكرا. وبهالانتصار فرد النجم بالمركز الثاني خلف العهد بفارق 6 نقاط ليبقى على أمله في الفوز بلقب الدوري قبل 4 مراحل من نهاية الموسم. يذكر أن النجم تنتظر مباراة حاسمة أمام العهد في الأسابيع الأربعة المتبقية من الدوري. طرب فريق هامبورغ من الهبوط من دوري الأضواء في ألمانيا بعد خسارته الكبيرة ب4 أهداف دون رد أمام باير ليفركوزن. ليفركوزن وصل انتفاضته ببطولة وكسب مباراته الخامسة. وتقدم ليفركوزن بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه غونزالو كاسترو في الدقيقة 7، ونال ستيفان كيسلينج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و56، ثم عاد كاسترو ليحرز هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة. فاز النادي القاهري على الجيش الرواندي بهدفين دون رد في اياب دور 32 ببطولة الأندية الأفريقية الأبطال على ملعب بتروجيت بالجونة. الأهلي تأهل بمجموع 4 أهداف دون رد ويلتقي في الدور 16 المغرب التطواني، وكان ردود الفعل لبعض اللاعبين. الحمد لله طبعا على الفوز، والحمد لله على أداء هاني ورزق احنا ومقدمين أداء كويس، والحمد لله على الفوز وإن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله نظهر فرحة جمهور الأهلي بإذن الله. يعني الحمد لله على الأداء والحمد لله على المكسب قبل أي حاجة يعني. الحمد لله اللعبة كلها كانت على قد المسؤولية، والماتش بالنسبة لنا احنا نازلين الماتش جامد يعني، الماتش مش ماتش سهل. الفرقة هناك خسرانة 2-0، المفروض هنا جايين مش باقيين على حاجة، هيلعبوا جامد هيخشوا جامد، وهو ده فعلا اللي حصل. بعض أهداف قد تبدو مستحيل تسجيلها، ولكن مع وجود نجوم كبار في أرض الملعب لا يأس. تابعوا.